وفي اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أكد عضو لجنة بحرنة الوظائف في مجلس النواب سعادة النائب علي إسحاقي أن ديوان الخدمة المدنية وظف أكثر من 1800 بحريني في عام 2019. من خلال اجتماعنا مع الأخوة في الديوان بالعكس هنا وضح الأمور وآلية العمل في الديوان وشنو دور الديوان في عملية التوظيف أو في تجديد العقود أو في البعثات والترقيات كل ما يدل. متأكدين من هذا الشيء أن أكيد راح تساهم بشكل كبير، وبالفعل نتائجها قامت تبين في عدم تجديد لعقود أجانب تم انتهاء عقودهم، وبالإضافة إلى توظيف أعداد تقريبا 1852 بحريني في عام 2019. واليوم قاعدين احنا يعني مع الديوان وصلنا لاتفاقات ان في وظائف يعني ممكن احلال البحريني فيها في اي وقت ممكن، بالاضافه يعني شيء الاخر الى احتياجات سوق المخرجات التعليم. اليوم حتى وصلنا لاتفاق انه لازم يكون في اجتماعات مستمره بين الديوان ووزاره التربيه في البعثات اللي يطرحونها ان تناسب حاجه السوق.